أخيرا. هذا الدورة. تكريمنا اليوم لقامة كبيرة، لقامة يعطى لها وتدون بمدال من ذهب خالص، يقال أن الرجل المناسب في المكان المناسب سيدي عبد الحق العياسي تحت تصفيحاتكم. أسأل الله أن أكون كما وصفوني الإخوان، أتمنى من الله أن أكون كذلك. قد عملت كثيرا في سبيل إسعاد السادة القضاة، في سبيل الدول على استقلاليتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم نحتفل بإصدار مجلة اللي هي الرائدة في الشؤون القضائية والفقهية، واللي كتشرف عليها الدكتورة أمينة رضوان المعروفة بتفانيها وعملها المتواصل وإصداراتها القيمة لإغناء الخزانة المغربية. هذه المجلة اللي كتحمل عدة مواضيع مهمة جدا قد ينهال منها الطالب والقاضي وطالب علم، ينهال منها كثيرا لما تحمله من مواضيع مهمة لها رهينيتها، كذلك لما تحمله من اجتهادات قضائية، وتشرف عليها تلة من أنزه ومن أحسن رجالات القضاء. كذلك اليوم نحتفل بالعبد الضعيف في أولا عرفانا واعترافا منا جميعا بما أسديناه جميعا خدمة للقضاء وخدمة للوطن، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرني في هذا اليوم البهيج، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019، أن أقدم إلى القارئ الكريم مجلة الرائدة في العلوم القانونية، التي اخترت أن يكون شخصيتها المتميزة للعدل الأول الأستاذ عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. هذه المجلة التي أغنيتها مجموعة من المقالات وكذلك نصوص قانونية وتشريعية ومحور خاص بالشعر، بالإضافة إلى الانفتاح على الجامعة وكذلك تقديم بعض القراءات الأدبية وغيرها لبعض الشواعر والشعراء من خلال ما يسمى بالشعر. وفي هذا اليوم أجدد الشكر للجنة قراءة هذه المجلة، كل واحد باسمه، ولجميع الحضور الكريم وللصحافة المهنية ولجميع المنابر المغربية، كل واحد باسمه وبصفته، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أستاذ محمد رضوان، يعني نموذج، والله نفتخر في البلدية، نفتخر بس محمد رضوان نموذج للشاب الخلوق المعطي، كيعطي الكل. انا كنقول لهم دائما، كانوا عندي 5 في الوداديه في السابوان، لو كان صعدنا للقضاء بالعطاء ديالهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. في البدايه اتقدم بالشكر الجزيل لمجله الرائده على دعوتنا لحضور هذا الحفل كوداديه حسنيه للقضاه، كما اتقدم بالشكر الجزيل الى الاستاذه الدكتوره امينه رضوان التي ابلت البلاء الحسن في انجاز هذا العمل وهذا الحفل الرائع، الذي ان دل على شيء فانما يدل على اهتمامها المتزايد بالعلم وبالساده القضاه وبمكتب او بالوداديه الحسنيه للقضاه، التي تعتبر هي عضو بقوة القانون في هذه الودادية. حضورنا اليوم كمكتب جهوي للودادية الحسنية للقضاة في هذا الحفل إنما لتدعيم الأستاذة رضوان أمينة في عملها الدؤوب وفي اجتهادها العلمي لإيصال كلمتها وكلمة القانون إلى الغالبية العظمى من القضاة ومن المواطنين. أستاذة أمينة رضوان حقيقة هي شعلة في الودادية، هي فراشة الودادية كما سماها السيد رئيس الودادية. أتمنى لها من كامل القلب ومن خالص قلبي التوفيق والسداد
والنجاح في عملها وفي تنظيمها للمزيد من الاحتفالات ومزيد من الأشغال. الودادية الحسنة للقضاة تحضر اليوم لتدعم الأستاذة أمينة رضوان كما جرت العادة في جميع اللقاءات العلمية والثقافية التي ينظمها السادة القضاة أعضاء الودادية الحسنة للقضاة. وأشكر السيد رئيس الودادية الحسنة للقضاة الذي شرفنا بحضوره باعتباره هو المحتفى به، وكما لاحظتم كان حضورا وازنا، حضورا كثيفا، يدل على القيمة التي يحتلها الأستاذ عبد الحق العياسي في الجسم القضائي بالمملكة. والسلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عز الدين الماحي، قاضي ملحق برئاسة النيابة العامة، في حقيقة الأمر أن عشنا عرسا علميا وفي نفس الوقت عرسا إنسانيا. لماذا؟ لأن المحتفى به أستاذ عبد الحق العياسي كقاضي وكمسؤول بصفته رئيس للودادية الحسنية للقضاة عرف في مسيرته القضائية بالقاضي المحنك، بالقاضي الورع، كثيرة هي الكلمات التي يمكن أساسا أن تقال في حقه. وبالتالي عشنا لحظات في إطار ما يسمى بالاعتراف لذوي الفضل، وفي نفس الوقت كانت فرصة للتعريف بإحدى المجلات أو بمولود جديد. الأمر يتعلق بالرائدة والتي أعتبر فيها عضوا في إطار اللجنة العلمية، جاءت حبلى بالعديد من المقالات وبالعديد من الأحكام والقرارات والاجتهادات القضائية وبعض النصوص القانونية. فهنيئا للزميلة الدكتورة أمينة رضوان بهذا المولود الجديد الذي سيشكل لا محالة مرجعا مهما ومرجعا فريدا يتعين على القاضي والمحامي والباحث والمهتم بالشؤون القانونية صبر أغواره. فهنيئا لكل من الأستاذ عبد الحق العياسي بهذا التكريم وبهذا الاحتفاء الذي هو أهل له، وهنيئا لزميلتنا بهاته المجلة، راجيا من الله العلي القدير أن يوفقهما معا في مسيرتهما العلمية والعملية. وشكرا.